أكد وزير الداخلية مازن الفراية اليوم أهمية النظر في المعيقات التي تواجه المستثمرين، وخصوصا تلك المتعلقة بالجنسية والإقامة، مشيرا إلى إمكانية دراسة خفض تكلفة الإقامة الدائمة إلى 100,000 دينار. وأضاف الفراية خلال لقائه بمجموعة من المستثمرين مع وزير الاستثمار خيري عمرو في غرفة تجارة عمان إن الحكومة على استعداد لتسهيل الإقامات للمستثمرين الأجانب. هذا وأكد الفراي على أن إجراءات الإقامة في الأردن سهلة خاصة للمستثمرين، مضيفا أن الحكومة خففت الشروط الموضوعة على منح الجنسية للمستثمرين الأجانب. الإقامة بصراحة بالأردن يعني ممكن تكون في دولة أو الدين أصعب منها، لكن بعتقد الأردن سهل جدا في مجال الإقامة، خاصة للجاي في إطار أنه يشتغل ويعمل بزنس بالأردن أو استثمار قصير أو بعيد الأمد. فالإقامة بالأردن سهلة. الجنسية إحنا حطينا إلها برضو شروط خففناها إحنا خلال الفترة الماضية، ويمكن أخوي أبو حمزة بالصورة وشغلنا وياه حتى على يعني إجراء ترويجي للحكاية. وبدوره أكد وزير الاستثمار خيري عمرو أن الوزارة الجديدة تعمل من أجل دعم وتحسين أمور القطاع الخاص. اليوم في عنا هيئة، والهيئة كانت بتأدي دور، الدور بحاجة إلى تطوير وتدعيم وتعظيم، ومن خلال الثقل الوزاري هذا ممكن نحصل عليه. وإحنا مهتمين كمان إنه نتحرك بسرعة، لأنه في النهاية إحنا تصورنا ورؤيتنا إنه هذه الوزارة رح تكون هي وزارة للقطاع الخاص، تعمل من أجل القطاع الخاص ولإنجاح وتسهيل أمور القطاع الخاص.